يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون متى متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين يحمل على اكتافه آلاما ثقيلة أنا وأنت من جملة أسبابها الكوفة بانتظارك يا إمام وصلاتنا وحقي تراب قدميك بلا طهور ولا صلاة إلا بطهور نحن نتوضا ونصلي ولكن من دون نظره عينيك فصلاتنا بلا طهور وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور يا نور الانوار يا سر الاسرار متى الاشراق من عقل مفتاق من قلب مشتاق ولسان تتدفق منه الاشواق سلام عليك سلام عليك سلام عليك وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه الحلقه الثالثه بعد الثلاثمائه ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم أعني مراجع النجف وكربلاء مراجع حوزة الطوسي ضحكوا علينا فيما مضى على اجيالنا السابقه ولا زالوا يضحكون علينا على اجيالنا اللاحقه ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكه لهم ولابنائهم واصهارهم واحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم و و, و, و الخلاصة في أيامنا هذه بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد أخبرونا حتى أقرفونا حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد عن نضاله السلبي أيام الكفاح لكنهم نسوا أي يخبرون عن شهادته المزورة، وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة، وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة، لم يخبرونا عن جهله المضحك، عن ثقافته المبعثرة، وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد إنه, إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد لا, لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر كل ما عنده, عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء, ورياء عبادة ونفاق سياسة, سياسة وعقل مسخر. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهره كل ما عنده تجهم وجه وله كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة انتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة من مراجع حوزة الطوسي في النجا. وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخره وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة انتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول يحكم الجهل فيها عرضا وطول إنه واقعنا الأخضر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة مقبرة 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 دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارة قطب وأشباهه وبعض الثرثرة هذا هو دينه إنه نمام من سفاهات النواصب وقذارة قطب وأشباهه وبعض الثرثرة لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبره إنها مقبرة العقول، وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار, الديار، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار، ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولاً بعدها تأتي عجول. هكذا هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول وورثناها سفيها عن حمار عن جول رواية عالية الإسناد هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول وورثناها سفيها عن حمار عن جهول ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول واستمت بكل ما أبت دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول واستمهتُ بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول قد أبعدونا قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول قد أبعدونا قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول قد أبعدونا قد أبعدونا عن ضيعونا ضيعونا وضاعوا ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف ضيعونا 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 وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف صدقوني صدقوني ما فيهم ولا واحد شرير. ضيعونا, ضيعونا 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 وضاعوا لا عقل ولا راي حصيف يا حمير الارض انا نشكو الى حضاراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف صدقوني صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة مقبرة مقبرة مقبرة, مقبرة إنها مقبرة العقول الفاتحه على عقول الشيعه منذ سنه اربعمئه وثمانيه واربعين للهجره حين اسس الطوسي حوزته المشؤومه في النجف والى هذه اللحظه الفاتحه هذا هو الجزء السابع من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والارجاء تقدمت حلقات تناولت فيها هذا الموضوع المهم نظريا ثم انتقلت الى تطبيقات التطبيق الاول كان في حلقتين التطبيق الاول الضجه الشيعيه العراقيه السخيفه التافهه التي اصطنعها معممون وسياسيون وغيرهم حول حفله المغني المصري محمد رمضان مر الكلام في هذا الموضوع وكان تطبيقا يكشف لنا عن واقع الشيعه عموما وعن واقع شيعه العراق خصوصا ما هم عليه من تفاهه وسخافه وحقاره ووضاعه اتحدث عن علمائهم الكبار عن مراجعهم وعن قاده احزابهم الشيعيه القطبيه القذره مر الكلام في هذا لا اريد ان اعيده انما سانتقل بكم الى التطبيق الثاني من هذه التطبيقات التطبيق الثاني عنوانه المرجع الجديد محمد باقر الايرواني اتحدث عن مرجع جديد في النجف رجاء اعرضوا لنا صورته هذا هو محمد باقر الايرواني ابو صادق كما يقول النجفيون النجفيون لا يقولون ابو صادق ابو صادق هذا هو ابو صادق محمد باقر الايرواني المرجع الجديد في النجف والذي بدات مرجعيته الجديده تخطو خطواتها الاولى من الاخر وردتني رسائل مكالمات اسئله اقتراحات خلاصتها يريدون مني ان ادخل محمد باقر الايرواني في سونار القمر في الحقيقه لا اجد وقتا كافيا الان لكنني اعدكم اذا كان هناك من ضروره فانني ساعود اليه انا راح اخذ قاط خفيف في حلقتين في حلقه اليوم وحلقه يوم غد قاط خفيف للمرجع الجديد محمد باقر الايرواني إذا كان هناك من ضرورة سأعود إليه حتى أزرق بالسونار مع ملاحظتي أن هراء هذا المرجع الجديد أكثر بكثير من هراء إسحاق الفياض لأن هذا مسلة هواية اتحدث عن المرجع الجديد هو اي مسلت فاذا ما اردت ان ادخله في سونار القمر فانني ساحتاج الى حلقات كثيره مثلما وعدتكم اذا كان هناك من ضروره ساعود اليه واكون في خدمته وادخله في سونار القمر لكن في حلقة اليوم وحلقة يوم غد راح أخذ قاط خفيف في البداية سأعرض لكم مقطعا من تقرير على قناة الحدث بتاريخ 23/11/2021 ميلادي في الأخبار الليلة هذا مقطع مقتطع من ذلك التقرير رجاء اعرضوه لنا اهلا بكم من جديد مع بلوغ المرجع الديني علي السيستاني سنة 92 برز الحديث عن مستقبل المرجعيه في حوزه النجف لا سيما بعد وفاه محمد سعيد الحكيم قبل شهرين اي الفقيه الذي كان يرجح اسناد المرجعيه العليا اليه في مرحله ما بعد السيستاني وكشفت معلومات نشرها الحدث نت عن المرشح الأبرز للخلافة وهو الأستاذ في الحوزة العلمية محمد باقر الإرواني مضيفة أو مضيفة المصادر أن الإرواني خطى بالفعل خطوات عدة في هذا الطريق رغم وجود فقهاء فقه كبار امثال اسحاق الفياض وبشير النجفي حيث فتح الارواني ديوانا او ما يسميه الفقهاء في النجف بالبراني، البراني هو اشبه بمكتب او مكان يقصده اساتذه الحوزه العلميه للتباحث بالمسائل الفقهيه والقواعد الاصوليه ولفت مراقبون الى ذكاء خطوه الارواني اي عدم طرح نفسه كمرجع ديني بوجود السيستاني. فهو لم يطبع الرساله العمليه اي كتاب الفتاوى الذي يرجع له المقلدون او يؤسس حتى لشبكه وكلاء ومعتمدين في مناطق عراقيه، لكنه اكتفى بجلسات مباحثه خاصه دون استخدام بروتوكولات خاصه. هذا ويحضر اكثر من 600 طالب من طلبه الحوزه العلميه دروس البحث الخارج لدى الارواني والتي تعادل درجه الدكتوراه في الجامعات النظاميه هذا الحضور الواسع رده البعض الى تميز الارواني بسلاسه البيان وسهوله العباره ووضوحها، وكان ايضا سببا كذلك وراء الترحيب الكبير بافتتاح الديوان في اوساط العلماء التقليديين داخل العراق وخارجه ايضا. هذا ونفت مصادر مطلعه مطلعه ممانعه السيستاني للخطوه التي اقدم عليها الارواني مؤكده ان ما يهم المرجع الديني ليس التنافس وانما الاستمراريه وحفظ الحوزه ومصالح الناس كما رجحت المصادر عدم تصدي اي من المرشحين المحتملين للمرجعيه وقطع الطريق على الارواني وللحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الباحث والكاتب السعودي حسن المصطفى اهلا ومرحبا بك استاذ حسن معنا في الاخبار الليله وهنا في الاستوديو طبعا بدايه يعني كنت تحدثت وأسلفت كثيرا في الموضوع المتعلق بخلافة السيستاني إلى أي مدى تعتقد بأن آية الله الإرواني هو الخليفة بالفعل الأوفر حظا للسيستاني ولماذا؟ الاير مميزات عده فاولا هو فقيه مجتهد اي ان لديه القدره على استنباط الاحكام الشرعيه الأمر, الامر الاخر ان لديه شبكه كبيره من طلبه العلوم الدينيه فهو يدرس لاكثر من ثلاثين عاما سواء الدروس البحث الخارج التي تعادل الدكتوراه او دروس السطوح العليا التي تعادل الماجستير في الاكاديميات النظاميه اضافه لذلك انه يتمتع بنوع من التقوى والزهد ولديه ايضا علاقات جيده جدا مع مجايليه امثال ايه الله حسن الجواهري او ايه الله الشيخ هادي الراضي وهما كلاهما استاذان بارزان في الحوزه العلميه قد يختلف البعض ايهما أعلم الشيخ الإيرواني أم البقية وهذه مسألة لا أستطيع أن أحددها أنا م. يحددها أهل الاختصاص وأهل الخبرة إلا أن ما يتفق عليه الجميع أن الإيرواني يمتلك يمتلك القدرة على أن يكون مرجعا في النجف ولديه لما, لما لأسميه المكانة العلمية والروحية كونه تلامذته يمتازون بالانتشار في مدن عدة عراقية م. وفي طيب دول الم... مختلفة هذا التقرير على قناه الحدث هو جزء من برنامج وراءه محمد رضا السيستاني حسن المصطفى هو جزء من المنظومه السيستانيه السعوديه المرجعية بعد السيستاني لمحمد رضا السيستاني، لا للإيرواني ولا للبطيخ. هذه القضية خطط لها السيستاني منذ أن صار مرجعا في بداية التسعينات. الذي صنع من السستاني مرجعا هو ابن الخوئي محمد تقي الخوئي ومعه اخوه الذي كان اصغر منه سنا عبد المجيد الخوئي على اي حال حكايه مرجعيه السستاني تحدثت عنها بالتفصيل في برنامج مجزره سبايكر ان لم تكونوا قد اطلعتم عليها عودوا اليها واطلعوا على الذي جرى في بدايه التسعينات فيما يرتبط بمرجعيه السيستاني على اي حال محمد رضا السيستاني تواجهه بعض المشاكل الفنيه وليست الحقيقيه محمد رضا السيستاني سيكون مرجعا بشكل سلس لان اباه كان المرجع الاعلى وقد رتب له الامر وانفقت الاموال الطائله واشترى السيستاني وولده محمد رضا الذمم من اصحاب العمائم ومن غيرهم طيله السنين الماضيه قطعا السيستانيون والديخيون من اتباعهم لن يقبلوا كلامي هذا ويعدونه ككلام سياسيين او يجعلونه ككلام دعايه وتهريج الذين يعرفونني عن قرب يعلمون انني لا ادخل في عالم التحليلات السياسيه ولا شان لي بكل هذه الاجواء بأجواء الدعاية والتهريج. أنا أنقل معلومات دقيقة. لا أتحدث عن ظنون واحتمالات. هناك بعض المشاكل الفنية هكذا يعجبني أن أصطلح عليها. مثلاً صغر عمر محمد رضا السيستاني، هو ليس صغيرا، هو قد بلغ الستين محمد رضا السيستاني مواليده سنة 1962 هو الآن في السنة الستين من عمره 18 ثمانية ألف واثنين وستين ولد محمد رضا السيستاني يعني ثمانية ألفين واثنين وعشرين ستكتمل السنة والستون من عمره فما هو بصغير السن لكن نسبيا نسبيا مع أعمار الذين يمدون أعناقهم للمرجعية يكون صغير العمر من هنا أقحم بمحمد باقر الإيرواني محمد باقر الإيرواني أسن من محمد رضا السيستاني ولكن قد يبدو عليه انه في سن مقارب من سن محمد رضا السيستاني محمد باقر الايرواني ولادته سنه 1949 ميلادي يعني هو في السنه الثالثه والسبعين من العمر هذه مشكلة فنية يستطيع محمد رضا ان يتجاوزها بهذه الطريقة بعد ان اعرض عن اسحاق الفياض الذي كان معدا ان يقوم بهذا البرنامج وكان اعداده وتهيئته من قبل السيستاني الاب اما محمد باقر الايرواني قطعا لم يتصدى للمرجعيه الا بموافقه من السيستاني الاب لكن الذي دفع به بشكل واضح هو محمد رضا السيستاني هذا الكلام لا يقال في العلن لابد ان تعرفوا الاجواء الحوزويه في النجف لا يوجد فيها شيء علني هذا اسلوب المراجع تطرح الامور ويشاع في الاوساط اكثر من احتمال لكنني لا احدثكم عن احتمالات انا احدثكم عن حقائق محمد باقر الإيرواني بأمر من السيستاني الأب تصدى للمرجعية في النجف والذي دفعه إلى هذا وهو يتابعه وبأمر منه بأمر من محمد رضا السيستاني كان هذا التقرير بالتعاون مع السعوديين، السعوديه منذ ان اتفق السيستاني في الشهر العاشر سنه 2005 مع عمر موسى ان يلقي بالعراق في احضان العرب وان يبعد العراق عن ايران بقدر ما يستطيع عمر موسى القى بالعراق في احضان الوهابيين في احضان السعوديين ومنذ ذلك الوقت صارت العلاقه ما بين السعوديين والسيستاني متينه الى ابعد الحدود ما اشيع في فتره من الفترات من ان السعوديين سيفتحون قنصليه سفاره في النجف لم يكن هذا الكلام من فراغ طرحوا هذا الامر وارادوا ان يعرفوا رده الفعل فارادوا ان ينقلوا العلاقه الى الاجواء العلنيه بدلا من ان تكون سريه أنا أسأل المطلعين على الأوضاع السياسية في العراق، متى بدأ النشاط الدبلوماسي السعودي في العراق؟ متى بدأ السعوديون يتدخلون في الشأن العراقي بشكل قوي؟ متى؟ هل من 2003؟ أبداً من 2003 الى نهايه 2005 لم يتدخل السعوديون في الشان العراقي، لماذا؟ لان الامريكيين قد منعوهم. فالامريكان كانوا يريدون ان يوثقوا علاقتهم مع الشيعه. ولكن لما وجد الامريكان ان السيستاني يريد ان يلقي بالعراق في احضان العرب في احضان السعوديين فتحوا الابواب للسعوديين منذ سنه 2006 بدا النشاط الدبلوماسي السعودي في العراق لماذا؟ لان لقاء السيستاني بعمر موسى كان تحديدا في يوم السبت 22/10/2005 لما رجع الى بلاده وبدا يتحرك في الوسط العربي عمرو موسى لم يلقي بالعراق في الاحضان المصريه اولا مصر بعيده عن العراق جغرافيا وثانيا الاوضاع الاقتصاديه في مصر ليست مريحه و وهناك الكثير من الامور فالقى بالعراق في احضان السعوديين وفي احضان الاماراتيين بالتبع فمنذ 2006 توثقت العلاقه السعوديه مع السيستاني وولده محمد رضا ومنذ ذلك التاريخ هناك اتفاق على التمهيد لمرجعيه محمد رضا السيستاني. مرجعيه محمد رضا السيستاني تحظى بدعم سعودي اماراتي امريكي اسرائيلي. هذا الكلام لا هو بتحليل سياسي ولا هو بإثارة الدعايات الكاذبه. هذه حقائق يعرفها المطلعون على كواليس المرجعيه في النجف، هناك مراكز للمراقبه في كردستان العراق، اتحدث عن مراكز اسرائيليه، هناك مراكز للدراسات وللمراقبه ولمتابعه اوضاع العراق. انها مراكز اسرائيليه في كردستان العراق هذه المراكز لها ممثلون من الشيعه من السياسيين من رجال الدين في حلقات سابقه من هذا البرنامج عرضت بعض الوثائق التي جئت بها من موقع الوثائق العالمي ويكيليكس يمكنكم ان تعودوا الى تلك الحلقات في بدايات هذا البرنامج عرضت مجموعه من الوثائق الحقيقيه استخرجتها من هذا الموقع العالمي المعروف هذا موقع للوثائق معروف عالميا على المستوى الاعلامي وعلى المستوى السياسي بل على المستوى المخابراتي مخابرات الدول تاخذ منه وثائق موقع معروف استخرجت منه من الوثائق ما يشير الى هذه الحقيقه هناك اشخاص يعملون في مكاتب المراجع وفي مكاتب القاده السياسيين وحتى في المدن الصغيره وجئتكم بامثله لاشخاص في مدينه الحله وفي اقضيتها في المدن الصغيرة التابعة لمدينة الحلة وفي الكوت وفي مناطق أخرى من العراق هناك أشخاص من الشيعة من رجال الدين من السياسيين أو من غيرهم من المدنيين يجمعون المعلومات كي يوصلوها الى المراكز الاسرائيليه الموجوده في كردستان. هذه المراكز تقيم الواقع العراقي بشكل عام والواقع الشيعي بشكل خاص. علاقه اسرائيل مع العراق ليست سياسيه، هذه قضيه دينيه عقائديه. الاسرائيليون منشغلون بالشان العراقي لا لامر سياسي لا لانهم يريدون النفط العراقي مثلا قد يريدون النفط العراقي ولكن اهتمامهم بالشان العراقي بالنسبه لهم قضيه استراتيجيه هذا موضوع كبير لا اريد ان اخوض فيه قد تحدثت عنه في سالف الايام لكنني اذكر لكم حكايه ما سمعته من بعض الشخصيات ينقل عن شيخ مهدي شمس الدين محمد مهدي شمس الدين اللبناني الذي كان رئيساً للمجلس الشيعي في في لبنان، شيخ مهدي شمس الدين يحكي عن ياسر عرفات، وكانت هناك علاقة وثيقة بين ياسر عرفات وشيخ مهدي شمس الدين، ياسر عرفات يحدث مهدي شمس الدين يقول له لما كانت المفاوضات فيما بيننا بين الفلسطينيين والاسرائيليين ايام اسحاق رابين رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي قتل قتل في اسرائيل ياسر عرفات يقول حينما كنا نجلس على حاشيه المفاوضات للاستراحه مثلا او لمناقشه موضوع في حاشيه المفاوضات يقول في مره من المرات قلت لاسحاق رابين واسحاق رابين كان راغبا في السلام مع الفلسطينيين ولذلك قتلوه قتله الاسرائيليون الذين لا يريدون سلاما مع الفلسطينيين على اي حال هذه مشكله الاسرائيليين والفلسطينيين مشكله طويله عريضه لا شان لي بها ياسر عرفات يقول لاسحاق رابين يقول له تساهلوا شويه انتم ما تخافون من هذه النبوءات اللي عدكم من أنه يجي يوم اليهودي من يختفي وراء الصخرة وراء الشجرة الصخرة تخبرنا عنكم هذا اليوم يجي وأنتم تعتقدون بهذا إسحاق رابين شي يقول له ياسر عرفات يقول له هذا صحيح موجود عندنا هذا موجود بس مو انتم هذا الشيعة يسوونه هذا الجيش الشيعي القادم من العراق يشير الى جيش الامام الحجة يقول له هذا الجيش الشيعي القادم من العراق هذا هو اللي يسوي بينا الشكل مو انتم لا العرب ولا السنة ولا اي واحد اللي يسوي بينا هذا ونهاية اسرائيل على ايده الجيش الشيعي القادم من العراق يشير الى جيش الحجه بن الحسن هذه القضيه واضحه عندهم في الكواليس لا في الاعلام ولا في متن المفاوضات السياسيه مثل ما قلت لكم ياسر عرفات يقول كنت جالسا معه على حاشيه المفاوضات، مثل هذه الامور لا تطرح في متن المفاوضات. هذه تطرح في الحاشيه. كان حديثا فيما بينه فيما بين عرفات واسحاق رابين. وهو يحكي الحكايه لشمس الدين، يقول له انتم انتم. ياسر عرفات يقول لشمس الدين انتم انتم يعني انتم الشيعه. اسحاق رابين يشير الى جيش الامام الحجه القادم من العراق وهذا هو الموجود عندنا في رواياتنا واحاديثنا على اي حال بغض النظر عن هذه الحكايه وربما لا يصدقها البعض هذا امر ليس مهما لكننا على يقين من ان جيش الحجه بن الحسن سيتحرك من العراق الى سوريا الى فلسطين هذا امر ثابت في رواياتنا واحاديثنا الشريفه الاسرائيليون مهتمون بالشان العراقي اهتماما عقائديا لا يظهرون هذا الامر في الاعلام ولا يظهرون هذا الامر في الاجواء السياسيه سمعت من الحكايات ومن الوقائع نقلت لي عن الضباط الاسرائيليين الذين جاءوا مع الجيش الامريكي ودخلوا العراق سنه 2003 سمعت من الحكايات والوقائع ما يؤيد هذا الذي نقله شيخ مهدي شمس الدين عن ياسر عرفات الحلقه ليست خاصه بهذا الموضوع لكن الكلام جر الكلام دراسات هذه المراكز الاسرائيليه في كردستان ماذا تقول تقول من ان المرجعيه بعد السيستاني لمحمد رضا السيستاني ونحن نؤيده كذلك الامريكان يؤيدونه والسعوديون والاماراتيون نؤيد محمد رضا السيستاني ونحن بحاجه للعلاقه معه كما هو بحاجه للعلاقه معنا في مواجهه ايران هكذا يقولون يقولون من ان المرجعيه الشيعيه في النجف بحسب ما توصلوا اليه من خلال رصدهم للمعطيات على ارض الواقع الشيعي في العراق يقولون من ان المرجعيه بعد السيستاني لن تكون بنفس القوه ايام السيستاني محمد رضا السيستاني سيكون مرجعا حاكما وهذا سيبعد الشيعه عنه ولذا سيكون مضطرا ان يلجا الينا لان مرجعيه محمد رضا السيستاني ستكون بمثابه حاكما والشيعه لا يحبون رجل الدين الذي يظهر بصوره الحاكم خصوصا فيما يرتبط بالمسائل الدينيه المباشره ومن هنا فان الاسرائيليين يقولون الشيعه سيتحولون الى مجموعات صغيره كل مجموعة ستلتف خلف رجل دين قد لا يكون معروفا وأكثر الشيعة سيستقلون بشكل شخصي هم سيتابعون أمورهم الدينية بأنفسهم من دون أن يلجأوا بشكل تقليدي الى محمد رضا السيستاني صحيح ان المرجعيه ستكون له ونحن الامريكان الاسرائيليون السعوديون الاماراتيون سندعمه لكن هذه الظروف ستكون في صالحنا لانه سيكون محتاجا لنا في مواجهه الايرانيين ولان الايرانيين سيشتغلون على هذه الاوتار ايضا هذا كلامهم وهذا متوقع لكن لا يعرف احد كيف ستجري الامور الشان الديني كالشان السياسي لا يستطيع احد ان يتوقع بالضبط ما الذي سيكون هذا هو كلام الاسرائيليين الذي توصلوا اليه من خلال رصد الواقع الشيعي العراقي هكذا يتوقعون ان الشيعه سيتحولون الى مجموعات صغيره هذا الكلام استنتجه اليهود من خلال دراسه التاريخ السني في مصر حينما تحولت مؤسسه الازهار جامع الازهر الى مؤسسه حكوميه صرفه بشكل تدريجي فنشات مجموعات من السنه التفت حول رجال دين ليسوا معروفين البعض منهم ما كانوا برجال دين محترفين وانما يمتلكون ثقافه دينيه عامه فتشكلت مجموعات في بعض القرى في بعض المدن في اطراف الصعيد وحتى في القاهره في بعض المساجد واستقلت بامر دينها ولا زالت الى هذا اليوم ولجا قسم منهم الى الطرق الصوفيه وهناك من اعتمد على نفسه في تحصيل حاجته الدينيه من الفتاوى والاحكام وغير ذلك هذا الامر جرى في اليهود ايضا الدوله اليهوديه في فلسطين دوله اسرائيل دوله دينيه صحيح ان لها وجها يمكننا ان نصفه بالوجه المعاصر بالوجه الديمقراطي لكن كواليس ذلك هناك دوله دينيه والاجنحه الدينيه مختلفه في الجو اليهودي لا اريد ان اخوض في هذا الموضوع لكنني اذكركم من ان قراننا تحدث عشرات المرات وعشرات المرات عن التاريخ اليهودي وعن الواقع اليهودي الديني لما فيما بينه وبين واقع المسلمين الديني من تشابه. امامنا الصادق عقد مقارنات فيما بين مراجع اليهود ومراجع الشيعه في روايه التخليد التي هي أم الروايات في باب التقليد والتي وردت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه لوجود رابطة تأريخية دينية قولوا ما شئتم اليهود كذلك حينما يدرسون الواقعة الشيعية هم لا يتعاملون معه على اساس مخابراتي القضية عقائدية دينية بالنسبة لهم بالدرجة الاولى بعد ذلك تأتي القضية المخابراتية والقضية السياسية القضية دينية عقائدية بالنسبة لهم هم يريدون ان يسيطروا على الواقع الديني الشيعي لا لقضيه احتلال ولا لقضيه مخابراتيه صرفه هذه قضيه عقائديه ترتبط بخوفهم من الجيش الشيعي المهدوي القادم قد يستبعد البعض هذا الكلام لكن الكلام هذا حقيقة 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 حقيقة, حقيقة نذهب إلى فاصل عن الهيثم بن واقد عن مقرن قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم فقال نحن, نحن على, على الاعراف نعرف انصارنا, أنصارنا بسيماهم. بسيماهم ونحن, ونحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز, الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا, معرفتنا. ونحن, ونحن الاعراف يعرفنا الله عز وجل, عز وجل يوم, يوم القيامه, القيامة على الصراط فلا يدخل الجنه الا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار الا من انكرنا وانكرناه ان الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه وصراطه وسبيله, وسبيله والوجه, والوجه الذي يؤتى من, يؤتى من فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا, علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون, لناكبون فلا سواء من اعتصم الناس به ولا, ولا سواء حيث ذهب الناس الى عيون كدره يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب الينا الى عيون صافيه تجري بامر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع مثلما قلت لكم محمد رضا السيستاني عنده بعض المشاكل الفنية وإلا فهو يمتلك الأموال وهو يمتلك أموالا طائلة لم تمتلكها مرجعية شيعية من قبله. الميزان في النجف الاموال لا يضحكون عليكم التقوى الورع العداله الاعلاميه هذا هراء هذا هراء للضحك على ديخي الشيعة على شيعة الحمير من اتباع مراجع النجف واصحاب العمائم يسمعونني الان في النجف وفي قم ايضا البرنامج يتابع يتابع في النجف ويتابع في قم. هذه العناوين اكاذيب التقوى، الورع، العداله، الاعلاميه، الفقاهه كل هذه العناوين للاستهلاك المحلي. الميزان الاساس الميزان الاساس في حوزة النجف الاموال، الاموال. ثم تأتي امور اخرى العمامة السوداء مثلا. العمامة البيضاء حظها في المرجعية قليل وقليل جدا في النجف. الشيعة ميالون الى العمامة العباسيه السوداء. ائمتنا عمائمهم بيضاء ما هي سوداء. الذي اقحم العمامه العباسيه السوداء في الجو الشيعي هو المرتضى الشريف المرتضى. صار موظفا عند العباسيين ولبس ملابسهم السوداء ولبس عمامتهم السوداء فاقحمها. فصارت عمامه لرسول الله عمامه رسول الله كانت بيضاء ما هي سوداء على اي حال هذا الموضوع تحدثت عنه فيما سلف الشيعه مضحكه مسخره لا يحرفون شيئا عن الذي يجري على ظهورهم هم حمير يركب المراجع واولادهم واصهارهم على ظهورهم ويعبثون عليهم وهم على ظهورهم والشيعه لا تعرف شيئا محمد رضا السيستاني يمتلك الاموال وقد اشترى الذمم اشترى الكثير من الذمم الامر ممهد له لكن كما قلت لكم هناك بعض المشاكل الفنيه قضيه العمر مثلا فاذا ما تصدى الايرواني ستكسر الجره براسه ويخفف الوضع على محمد رضا السيستاني خصوصا اذا ما تصدى رياض الحكيم ابن سعيد الحكيم وهذا متوقع خصوصا وان محمد رضا السيستاني يدفع بهذا الموضوع في الخفاء حتى تكسر جره التوريث براس رياض الحكيم محمد رضا السيستاني هكذا يتخيل هكذا يحلم من أنه بعد موت أبيه سيسعى لتأسيس مرجعية مثالية مثالية بحسب مواصفاته هو كما يريد هو بحيث سيتحرك بطريقة أن يلقي بكل المسؤوليه، مسؤوليه الفساد ومسؤوليه الخيبات ومسؤوليه الاخطاء ومسؤوليه المخالفات الشرعيه الى غير ذلك من القبائح يلقيها على مرجعيه ابيه، ليس بشكل مباشر وإنما يتصرف بطريقة الناس تستنتج من أن محمد رضا لم يكن راضيا عن مرجعية أبيه ليس عن أبيه وإنما عن وكلاء أبيه سيبدأ بتغييره سيغير الوكلاء هو يخطط لهذا لكنني لا أعتقد أنه سينجح لو سألتموني من خلال خبرتي بواقع الحوزه المعقد والمافيات الموجوده في الحوزه لن يستطيع ان يفعل ذلك هو حالم بتاسيس مرجعيه مثاليه يريد ان يكون مرجعا دينيا ويريد ان يكون حاكما سياسيا وهذا لن يستطيع ان يحصل عليه هناك الكثير من العوائق هو جاء بمحمد باقر الايرواني لعده امور اراد ان يكسر جره صغر العمر براسه اراد ان يورطه حتى لا يطمع في المرجعيه في قادم الايام ويقطع الطريق على زملائه ايضا مثل هادي راضي مثل حسن الجواهري وغير هؤلاء وأراد كذلك ان يتخلص من مشاكل التصدي للمرجعية بعد وفاة السيستاني بشكل مباشر حيث انه بعدما تنتهي وقائع مجالس الفاتحه والتابين ويقوم بهذه العمليه التقليديه بكسر خاتم المرجع سيعتكف في بيته وسيشاع عنه من انه لا يريد المرجعيه وبعد ذلك سيتحرك المعممون الذين قد اشتريت ذممهم من الآن وكذلك شيوخ العشائر ووجهاء النجف ويقولون من اننا نريد محمد رضا مرجعا وهو يقول لا المرجع محمد باقر الايرواني وحينئذ محمد باقر الايرواني سينسحب لصالح محمد رضا السيستاني بسبب الظروف التي ستصنع محمد باقر الايرواني هو خروف اضحية لاجل ان يصل محمد رضا السيستاني للمرجعية من دون هذه المشاكل الفنية والا فهذه المشاكل ما هي بمشاكل مهمه جدا ما زالت الاموال عند محمد رضا فان اصحاب العمائم عباد الدينار والدرهم احقر مجموعه بشريه على الارض اصحاب العمائم في النجف هؤلاء يبيعون كل شيء بالدنانير والدراهم هؤلاء يبيعون كل شيء بالدنانير والدراهم انهم بضاعه معروضه للبيع هكذا تنشئهم الحوزه وهكذا يربون في اجواء المرجعيات الشيعيه هذه حكاية طويلة لا اريد ان اخوض فيها هذا الكلام الذي اقوله لكم ما هو بتحليل هذه مخططات انفقت عليها الاموال محمد باقر الايرواني لا يعرف هذه التفاصيل محمد رضا السيستاني خدعه وضحك عليه ودفع اليه مجموعه من اصحاب العمائم امثال رشيد الحسيني فرقد الجواهري احمد الاشكوري ان يؤيدوه في مرجعيته وجلبوا طلابهم كي يبايعوه كي يجددوا العهد به محمد باقر الاخواني هذا مضحكه مضحكه فهذا مرجع اذا اردت ان اصفه مثلما وصفت اسحاق الفياض بانه مرجع دكه فانني اصف محمد باقر الايرواني بانه مرجع فرام اذا كان اسحاق الفياض مرجعا دكه لمحمد رضا السيستاني محمد باقر الايرواني هذا مرجع فرام هذه الكلمه اخذتها من كلمه لسيد الشهداء نقلها المؤرخون وارباب السير وكتاب المقاتل سيد الشهداء يتحدث عن العراقيين وعن حالهم وما سيؤول إليه أمرهم بعد مقتله من أنه سيسلط عليهم سيتسلط عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من فرام الأمة وفي بعض النسخ من فرم الأمة الفرم والفرام بمعنى واحد حتى يكون اذل من فرام الامه وسيد الشهداء اضاف الفرام الى الامه لدقه في الكلام لغايه في المعنى الفرام هي خرق حيض المراه الخرق التي تنظف المراه بها نفسها عند حيضها الفرام خرق الحيض عند المرأة سيد الشهداء ماذا قال عن العراقيين سيكونون أذل من فرام الأمة أضاف الفرام إلى الأمة لأن خرق حيض الأمة وهي جارية مملوكة لسيدتها لان خرق حيض الامه وهي جاريه مملوكه لسيدتها وخادمه عندها تكون اقل شانا من خرق حيض سيدتها فهذا اسوا ما يمكن ان يكون العراقيون هكذا يكونون يكونون اذل من فرام الامه بعد مقتل سيد الشهداء والحديث عن أهل الكوفة بشكل خاص وعن أهل العراق بشكل عام من هنا أخذت هذه الكلمة الفرام فهذا مرجع فرام بتعبيرنا الشعبي العراقي هذا عضينا من حضاين محمد رضا السيستاني هذه هي مرجعية محمد باقر الإيرواني ولذا طرحوه على الإعلام عبر قناة الحدث من خلال المنظومة السيستانية السعودية وهذا المتحدث الذي كان يتحدث حسن المصطفى هو جزء من هذه المنظومة دفع المعممين الى الحضور في البراني في براني محمد باقر الايرواني دعوته للصلاه على الشخصيات دعوته لاقامه صلاه الجنازه على الشخصيات الذين يتوفون فهو يصلي عليهم وحينما يكون محمد رضا متواجدا معه في مكان فان محمد رضا يسير خلفه يقدمه محمد رضا يحكم خطته هذا الاثول يعرف شيئا من الخطه لكنه لا يعرف كل التفاصيل كل التفاصيل لا يعرفها الا محمد رضا فقط لكن المعلومات تتسرب من هنا ومن هناك طريقه محمد رضا يقسم اعوانه الى خطوط فيطلع هذا الخط على معلومه لا يطلع الخط الثاني عليها ومن هنا فان المعلومات لا تصل الى محمد باقر الايرواني الا بنحو يسير على اي حال انا لا اعلم بالضبط ماذا يعلم محمد باقر الايرواني مما ينسج له في الكواليس لكنه بالنتيجه تصدى للمرجعيه وهو بمثابه فرام لمحمد رضا السيستاني بمثابة حضينة حضينة من حضاين محمد باقر حضينة من حضاين محمد رضا السيستاني سيمسح بها الأوساخ والقذارات التي تعترض طريقه إلى المرجعية بعد وفاة أبيه هذه هي الحقيقة من الاخر تريدون ان تصدقوا تريدون ان تكذبوا تريدون ان تناقشوا تريدون ان ترفضوا تريدون ان تردوا تلك مشكلتكم قطعا انا ما تحدثت بكل التفاصيل التي عندي عندي الكثير من التفاصيل وانما ابديت شيئا منها، جانبا منها. نذهب إلى فاصل. عن زائدة, زائدة بن قدامة, قدامة، عن عبد الكريم، قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك فقلت وما استدارة الفلك فقال اختلاف الشيعة بينهم وعن جابر الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنه يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الامر؟ فقال ان يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. محمد رضا السيستاني أعد وكلاءه من الآن من الآن لا أقصد في هذه الأيام منذ سنوات هو قد اختار مجموعة من المعممين هيأهم كي يكونوا وكلاء له لأنه لا يريد أن يعتمد على وكلاء أبيه فهو لا يشعر باحترامهم له كما يريد وقد يعدهم من الخونه بالنسبه له فقد اعد اعدادا من الوكلاء وطلب منهم ان يتفرغوا للدرس ولا يتورطوا في أي أمر من شؤون المرجعية وفي الوقت نفسه فإن أخاه محمد باقر يشرف على إعداد مجموعة من خطباء المنبر كي يشكل مجموعة جديدة من الخطباء لم يعرف عنهم شيء سيء كالخطباء المعروفين لاجل ان يكونوا دعاه لمرجعيه محمد رضا السيستاني عنده برنامج كبير اما هذا الكلام الذي قاله لمحمد باقر الايرواني كان يضحك به عليه قال له من ان الوالد يقول لا يوجد اسوا شيء مما يورثه الوالد لولده من المرجعيه محمد رضا السيستاني حتى في نومه يفكر في المرجعيه ليس في يقظته حتى في نومه وهو نائم لا هم له الا المرجعيه اما هذا الكلام فهو جزء من الضحك على الذقون هذا الكلام ضحك به على باقر الايرواني حينما قال له من ان السيستاني يعني اباه يقول اسوا شيء يورثه الوالد لولده ان يورث له المرجعيه كذابون شياطين يشتغلون على هذا الموضوع منذ بداية التسعينات هذا الأمر موجود عند الجميع في كل المرجعيات كلمة الشلمغاني المغاني كلمة مهمة جدا التي نقلها الطوسي في الغيبة الشلمغاني المغاني المرجع الشيعي الكبير والذي لعنه إمام زماننا كنا نتهارش عليها نتهارش على المرجعية تهارش الكلاب على الجيف هذا الامر بقي ملازما لمراجع الشيعة على طول تاريخ الغيبة الكبرى مع موت كل مرجع يتهارش طلاب المرجعية تهارش الكلاب وفي زماننا يتهارشون تهارش الكلاب المسعوره اذا كان الامر زمان الشلمغاني ايام الغيبه الاولى كانوا يتهارشون تهارش الكلاب على الجيف على المرجعيه في زماننا يتهارشون تهارش الكلاب المسعوره الممطوره كلاب مسعورة وممطورة تتهارش على الجيف هكذا يتهارش مراجع حوزة النجف وكربلاء على المرجعية وهذا الامر لا يخفى على اصحاب العمائم الذين يظهرون الزهد كذابون لانهم عاجزون لا يستطيعون ان يواصلوا عمليه التهارش ولا يملكون اموالا لو كانوا يملكون اموالا لتصدوا ولكانوا ساده في التهارش على هذه الجيف على جيفه المرجعيه نذهب الى فاصل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه صلوات الله عليه فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شان من شانه او فضيله من فضائله واقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله او ينعت بكنه او يفهم شيء من امره او يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وان وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد؟ صلى الله, صلى الله عليه, عليه وآله, وآله وسلم. وسلم. إذا مرجعنا هو مرجع فرام انه فرام لمحمد رضا السيستاني مثلما قلت لكم في التعابير الشعبية العراقية حضينة حضينة من حضائن محمد رضا السيستاني نعود الى هذا المرجع الفرام كي نزنه بموازين محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين الميزان الاعظم والمقياس الاهم في فناء محمد وال محمد صلوات الله عليهم بيعه الغدير سنزن هذا المرجع هذا المرجع الفرام سنزنه بميزان بيعه الغدير من جهه مضمونها ومن جهه تطبيقها العملي من جهه مضمونها العقائدي النظري ومن جهه تطبيقها العملي كي نرى هذا المرجع الجديد في اي مستوى من المستويات وانتم بعد ذلك احكموا في بحثه في أصول الفقه بتأريخ 18 ثمانية 1436 بالمناسبة القريبون جدا من باقر الإيرواني يقولون باقر الإيرواني إذا حذفت منه الفقه والأصول وهما بتريان إنه فقه النجف هو من تلامذة الخوئي ومحمد باقر الصدر وحضر بعض الشيء عند السيستاني لكن بشكل واضح هو من تلامذة الخوئي ومحمد باقر الصدر فقه الخوئي وفقه محمد باقر الصدر وحتى السيستاني وأصولهم فقه بتري وأصول بترية إذا حذفنا الفقه والأصول البتريين من شخصية باقر الإرواني فإنه لن يساوي صفرا وإنما سيكون تحت الصفر هذا هو مضمونه الذين يعرفونه عن قرب هذا الكلام انا متاكد من صحته ودقته يعني اذا اردنا ان نصوغ ذلك في معادله رياضيه محمد باخر الايرواني ناقص الفقه البتري ناقص الاصول البتري يساوي تحت الصف في بحثه في أصول الفقه بتأريخ 18 ثمانية ألف وستة وثلاثين الموضوع منطقة الفراغ قواعد وفوائد الفائدة السادسة منطقة الفراغ لا شأن لنا بهذا الموضوع الفقهي الاصولي وانما سأنقل لكم حديثه عن فهمه لبيعة الغدير وعن فهمه لحديث الغدير فهو يقول من ان بيعة الغدير هي بيعة للإمامة السياسية ولا علاقة لها بالامامه الدينيه هذا هو فهمه لبيعه الغدير حديث الثقلين هو يقول يشتمل على مضمون الامامه الدينيه الامامه التشريعيه فبيعه الغدير بنظره بيعه لامامه سياسيه رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة هي أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لهم منصبان منصب الإمام السياسية والمرجعية السياسية ومرجع ماذا؟ والمنصب الثاني المرجعية المذهبية والتشريعية يعني بتعبير آخر لهم قيادة الأمة هاي المرجعية السياسية ولهم المرجعية التشريعية أيضا هذه إن صح التعبير عنها بالإمام تشريعية وتلك الإمامة السياسية التعابير والمصطلحات خليها يمك بعد حين هذا ولكن ما هو الدال على الإمامة الأولى وما هو الدال على الإمامة الثانية في هذا المجال أتمكن أن أقول حديث الغدير هذا الحديث المبارك يدل على الإمام السياسية دون الإمامة المذهبية والتشريعية فإن الوارد فيه تعابير لا تتناسب إلا مع الإمام السياسي ألست أولى بكم من أنفسكم من كنت مولاه فهذا علي أولى وغير ذلك هذه لا تتناسب مع المرجعيه التشريعيه، وإنما تتناسب مع المرجعيه السياسيه والإمامه السياسيه كما هو واضح، إذا حديث الغدير يدل على ثبوت المرجعيه السياسيه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وأما الذي يدل على المرجعيه الدينيه والمذهبيه والتشريعيه فهو حديث الثقلين فهو حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا هنا المقصود ماذا الرجوع إليهم في مقام التشريع وفي مقام الحصول على الأحكام إذن انتهى ما اريد ان اقوله لا 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 يوجد حديث واحد قد لا يوجد حديث واحد يدل على كلتا ال... على كلتا المرجعيتين وانما حديث يدل على المرجعيه الاولى حديث يدل على المرجع على اكرر طريق. فحديث الغدير يدل على المرجعيه السياسيه ونصب الامام قائدا سياسيا للامه وحديث التقليد يدل على المرجعيه المذهبيه والتشريعيه. لا اريد ان اناقشه في المصطلحات لانه هو هكذا قال يخاطب تلامذته التعابير والمصطلحات خليها يمك بعد حينئذ فلا اناقشه في التعابير والمصطلحات والا فهذه التعابير والمصطلحات ليست سديده بحاجه الى نقاش لكن لانه هو هكذا اوكل الامر الى تلامذته يعني انه لم يكن قد وصل الى نهايه الحد في نحت هذه التعابير والمصطلحات لذا ساعرض عن هذا الموضوع ولتوثيق المطلب فهذا الدرس وامثاله موجود على موقع رسمي معروف بهذا العنوان الارتباط الشيعي مدرسة الفقاهة رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى من صور هذا الموقع هذه صورة لهذا الموقع الرسمي الذي عنوانه الارتباط الشيعي مدرسة الفقاهة وهنا توجد تقريرات هذه الدروس واعرضوا لنا الصفحة الثانية هذه الصفحة الثانية تعرف بهذا الموقع هدف مدرسة الفقاهة مكتوب أمامكم على الشاه هدف مدرسة الفقاهة مكتوب أمامكم على الشاشة تواصل الحوزات العلمية في النجف الأشرف ومشهد وقوم المقدستين إلى آخر الكلام فهذا موقع حوزوي رسمي ألكتروني يشتمل على تقريرات دروس باقر الايرواني وغيره من اساتذه الحوزه انما اردت ان اشير الى ذلك لتوثيق المطلب فهذا المطلب عرضته عليكم بتسجيل صوتي للايرواني وتقرير هذه الدروس موجود على هذا الموقع بامكانكم ان تدخل إليه كي تطلعوا على تفاصيل كلامه قطعا هناك الكثير من الكلام الخائب في حديثه عن منطقة الفراغ لكنني لا أريد أن أناقش كل شيء مثل ما قلت لكم أريد أن أزنه بميزان بيعة الغدير فبيعة الغدير هي الميزان الأعظم هي المقياس الأكبر هذا هو فهمه لبيعه الغدير من انها بيعه لامامه سياسيه المضحك انه يستدل بنص حديث الغدير على هذا الموضوع وكان نص حديث الغدير يدل على هذا الذي يقوله باقر الايروان بشكل واضح انا اقول هؤلاء كيف يفهمون النصوص ما هذا هو الاعلم ايضا مثلما قدم السيستاني اسحاق الفياط على انه هو الاعلم من بعده فها هو محمد رضا يقدم باخر الايرواني على انه الاعلم الذي يتصدى للمرجعيه من بعد السيستاني وهذا يعني انهم قدموه على اسحاق الفياض الان باخر الايرواني هو الاعلم من بعد موت السيستاني هذه قضية الأعلى مسخرة وأضحوكة وهلعوبة من ألاعيب عمائم النجف لكن بحسب ما هو موجود على أرض الواقع فإن باقر الإيرواني الآن هو الأعلى من بعد موت أسيستاني وإلا كيف قدموه للمرجعية؟ لا يضحك عليكم باقر الايرواني من انه لما فتح البراني، فتح البراني لأجل المباحثة ولأجل الإجابة على الأسئلة، باقر الايرواني الآن يتصرف بطريقة المرجع حتى على المستوى الاجتماعي سابقا كان يمازح جلاسه الان لا يمازح سابقا كان يخوض في الاحاديث الاسريه الان بدا يترفع لا يتحدث في الاحاديث الاسريه سابقا حينما يسال عن حكم شرعي يقول وفقا لمباني الخوء كذا ووفقا لمباني محمد باقر الصدر كذا ووفقا للسيستاني كذا الان لا يجيب الا وفقا لمبانيه هو قد يكذب على الاخرين ويقول اتحدث عن الايرواني من انه لم يتصدى الى المرجعيه ومن ان احدا لم يامره بذلك هذه اوامر محمد رضا السيستاني من انك تتصدى للمرجعيه وانا وراءك وانا ادعمك بالاموال لكنه الى الان لم يقدم له اموالا كثيره يريد ان يختبره ويريد ان يذله في الوقت نفسه حتى يكون محتاجا له سيقدم له الاموال كي يعطي راتبا لطلاب الحوزه كل هذا لاجل صناعه مرجعيه كاذبه لا حقيقه لها وانما يستفاد منها كفرام لمسح اوساخ مرجعيه السيستاني الاب كي يتصدى محمد رضا السيستاني بطلب من الجمهور وتاييد من المرجع الاعلم الذي هو الايرواني ويخرجه الناس من بيته ويقولون من ان الرجل كجده امير المؤمنين ما كان طامعا في المرجعيه الناس فرضوا عليه مصلحه الامه تقتضي ذلك هذه هي الألاعيب ألاعيب عمائم النجا وهكذا يضحكون على الشيعة الشيعة مستحقين الشيعة حمير هؤلاء يضحكون عليهم يركبون على ظهورهم والشيعة فرحانين بالمناسبة الشيعة فرحانين فرحانين يصيرون مطايع عند المراجع أعود إلى محمد باقر الإيرواني محمد باقر الايرواني هذا فهمه لبيعه الغدير من انها بيعه للامامه السياسيه انا اقول اذا كان هذا الرجل لا يفهم عقيدته بشكل صحيح كيف يكون نائبا لصاحب الزمان هو لا يفهم عقيدته بشكل صحيح هذا القران هذه سوره المائده انها الايه السابعه والستون بعد البسمله من سوره المائده انا اسال كل عربي يعرف العربية قطعا في الجو الشيعي في الجو الشيعي معروف لدينا أن الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة هي في بيعة الغدير لا شأن لي بالمخالفين أتحدث عن الشيعة العربي الذين يعرفون أن الآية السابعة والستين بعد البسملة من سوره المائده هي في بيعه الغدير يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في علي وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء كافرون بالامامه السياسيه ماذا تقولون انتم ام انهم كافرون باصل الاصول الذي صار التوحيد والنبوه فروعا بين يديه وان لم تفعل فما بلغت رسالته فاي فهم من هذا من ان بيعه الغدير هي بيعه للامامه السياسيه، هذا يترتب عليه كثير من الكلام. هذا يترتب عليه الكثير من الكلام، فهو قسم الامامه الى امامتين، هناك امامه سياسيه، وهناك امامه تشريعيه، وحينما تحدث عن الامامه التشريعيه تحدث عن امامه تشريعيه جزئيه لا اقول عن الكلام الذي تكلم به وانما اذا ذهبنا الى بقيه كلامه وانا لا اريد ان اناقش كل كلامه وكل كلامه موجود امامي هنا وانا عرضت لكم صورتين من الموقع الالكتروني الرسمي الحوزوي الذي يشتمل على تقريرات دروس الايروان وغيره نحن نتحدث عن الايروان الان الارتباط الشيعي مدرسه الفقهاء. اذا ما قراتم تتمه الدرس فان الايروان يتحدث عن امامه تشريعيه جزئيه وبعد ذلك يذهب الى منطقه فراغ هذه المنطقه متروكه للفقيه اي دين هذا وايه امامه هذه توقيع اسحاق بن يعقوب حينما تحدث عن الحوادث الواقعه الحوادث الواقعه هي الاشياء الجديده اين أرجعها إمام زماننا أرجعها إلى رواة الحديث أرجعها إلى الحديث لم يرجعها إلى منطقة الفراغ هذا هراء محمد باقر الصدر منطقة الفراغ هذا الهراء الذي جاءنا به محمد باقر الصدر ومن أين جاء به؟ جاء به من حسن البنا حسن البنا بعد أن أسس الجماعه الارهابيه المجرمه القذره التي تعرف بالاخوان المسلمين لم يكن له من مذهب قبل ذلك صار صوفيا صار سلفيا تنقل بين المذاهب لكنه بعد ان اسس هذه الجماعه الارهابيه المجرمه القذره اعني الاخوان المسلمين حسن البنا لم يكن له مذهب وإنما أسس له دينا هو دين الإخوان المسلمين ومن هنا فقد احتاج إلى فقه جديد فاخترع ما سماه بفقه الواقع هذا هو الذي أخذه محمد باقر الصدر وسماه بمنطقة الفراخ منطقة الفراغ هي فقه الواقع الذي ابتدعه حسن البنا لأنه لم يكن على مذهب معين بعد أن أسس جماعة الإخوان المسلمين يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث الذي قدمته على هذه الشاشة وهو موجود على الشبكة العنكبوتية كي تطلعوا على تفاصيل هذا الموضوع حينما تحدثت عن مذهب حسن البنا وحينما تحدثت عن فقه الواقع الذي ابتدعه والذي أخذه محمد باقر الصدر وحوله إلى منطقة الفراخ فقط بدل المصطلح أخذ الفكرة بكاملها من حسن البنا محمد باقر الصدر وهنا يتبناها باقر الإيرواني وإلا فتوقيع إسحاق بن يعقوب يلغي هذه المنطقة وأما الحوادث الواقعة إلى أين أرجع الشيعة فيها إلى رواة الحديث لم يرجعهم إلى أشخاص بصفة الفقهاء رواة الحديث فقهاء لكن الإمامة بقصد أرجعهم إلى رواة الحديث وجعلهم حجه على الشيعه لماذا؟ لانهم متلبسون بهذه الصفه فهم لا يشتغلون الا بالحديث وما يصدر من حكم منهم صادر من الحديث اما منطقه الفراخ فهذا دين حسن البنا وهو دين محمد باقر الصدر وهو دين الايرواني هذا لا شان لي بمناقشه هذا الموضوع ربما اعود اليه بشكل مفصل حينما ادخله في السونار مثل ما قلت لكم انا ما اخذ قاط خفيف الان اعود الى الايه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته الرساله تشتمل على التوحيد الرساله تشتمل على النبوه الرساله تشتمل على القران والمعاد هو جزء من القران لا كما يضحكون عليكم من ان المعاد اصل المعاد فرع لكن مراجع حوزه الطوسي جعلوا المعاد اصلا اتباعا للاشاعره النواصب النواصب جعلوا المعاد اصلا المعاد هو فرع من القران والقران فرع من النبوه فالمعاد فرع الفرع كيف ثبت المعاد ثبت المعاد من خلال القران والقران هل هو اصل القران فرع من فروع النبوه الرساله بكل تفاصيلها وضع القران عليها خطين متقاطعين من دون بيعه الغدير وان لم تفعل فما بلغت رسالته فهذا الهراء الذي يتحدث به هذا الرجل اتحدث عن المرجع الفرام الاهرواني من اين جاءنا بهذا الهراء هذا هراء البتريه للانصاف اقول قد يكون محمد باقر الايرواني قد يكون افهم من اسحاق الفياض وافهم من بشير النجفي بشير النجفي اساسا في الاجواء الحوزويه لا يحسب له اي حساب لانهم لا يعترفون بمنزلته العلميه في الاجواء الحوزويه الصرفه عند الاخنديين الاخنديون هم الذين يعبر عنهم بالملائيين الملائيون الاخنديون يعني الحوزويين المتمرسين المتخصصين في اجواء الحوزويين الاخنديين الملائيين بشير النجفي لا يحسب له اي حساب فهو ليس على منزلة علمية مرموقة وإنما جاء به السيستاني وجعله مرجعا رابعا لغرض في نفسه أن يقطع الطريقة على بقية المراجع وإلا هناك العديد من العلماء في النجف ممن لا يكون بشير النجف تلميذا عندهم لكن السيستاني لم يأتي بهم في دائرة المراجع الاربعه لماذا يخاف منهم على ولده يمتلكون من الكاريزما يمتلكون من القدره العلميه مما يستطيعون ان يكونوا مراجع حتى في زمان السيستاني فجاء بهذه الشخصيات جاء بسعيد الحكيم رغما عن انفه لانه شخصية موجودة على ارض الواقع لا يستطيع ان يتجاوزه ولكن جاء باسحاق الفياض وببشير النجفي وهما قد ياتون بالقياس الى الكثير من علماء النجف حوزويا ياتون متخلفين عنهم لكن السيستاني بشيطنته الخبيثه ودهائه الابليسي قطع الطريق على البقيه وهذا هو الذي حصل فبدات هذه الاسماء هي التي تقحم في الاعلام مع أنهم لا يقيمون وزناً لبشير النجفي بأي وجه من الوجوه ومحمد رضا أسستاني منعه في مرة من المرات أن يتحدث باسم المراجع لأن بشير النجفي يثرثر كثيراً يهذي في كل مكان وفي كل مكان يتحدث عن أنه هو وإخوانه المراجع فنهره محمد رضا قال له بعد لا تحكي من أنت حتى تحكي باسم المراجع يعني بعبارة أخرى اقعد وانشب مكانك باقر الإيرواني انصافا هو أكثر فهما من إسحاق الفياض ومن بشير النجفي بحسب الموازين والقياسات الحوزوية لكنه في الوقت نفسه هو أكثر بترية منهما هو بتري بشكل عميق جدا قد يكون أفهم منهما حوزويا لكنه هو الاكثر بتريه والسيستاني يموت على البتريين. السيستاني المرجع. السيستاني المرجع يموت على البتريين. روحه روحه من الدنيا يلقى واحد بتري. لانه هو امام البتريه بحدود معلوماتي لا اعرف مرجعا بتريا. قد غطس في البترية إلى هذا الحد عبر التأريخ الشيعي في زمان الغيبة الكبرى مثلما عليه حال السيستاني المرجع أعود إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة الآية واضحة وصريحة جداً يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الكفر هنا ببيعة الغدير أشد من الكفر بالله وأشد من الكفر برسول الله واشد من الكفر بالاثنين معا الكفر ببيعه الغدير اشد من الكفر بالله وبرسوله لماذا الايه هكذا تقول ما انا الذي اقول وان لم تفعل فما بلغت رسالته الايه وضعت خطين متقاطعين على الرساله بكل تفاصيلها وجعلت بيعه الغدير اصل الاصول ثم وصفت الذين لا يؤمنون بها وصفتهم بالكافرين فالكفر هنا الكفر بها اشد من الكفر بالله وبرسوله فكيف يقال عن هذه الامامه من انها امامه سياسيه فقط هذا الرجل لا يعرف عقيدته الذي لا يعرف عقيدته هل هو نائب لصاحب الزمان هل هو الاعلى لكننا تعلمنا من خلال مناقشه اسحاق الفياض من ان الاعلم هو الاضرط هو الاكثر في طيحة الحظ او تحت الصبغ في أجواء الحوزة، هذا هو الأعلى. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من اهل بيت نبينا عن دينه وابلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه فمن عرف من امه محمد صلى الله عليه واله واجب حق امامه وجد طعم حلاوه ايمانه وعلم فضل طلاوه اسلامه لان الله تبارك وتعالى نصب الامام علما لخلقه وجعله حجه على اهل مواده وعالمه والبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب الى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله الا بجهه اسبابه ولا يقبل الله اعمال العباد الا بمعرفته اعتقد ان الايه واضحه جدا الكفر ببيعه الغدير اشد من الكفر بالله وبرسوله وان لم تفعل فما بلغت رسالته واذا ذهبنا الى الايه الثالثه بعد البسمله من سوره المائده وهي واضحه جدا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم يئسوا من دينكم من الدين كله فهل الدين كله محصور في الامامه السياسيه؟ أيه هراء هذا؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الامامه السياسيه هي شان من شؤون الامامه العظمى نحن بايعنا في الغدير على امامه امير المؤمنين بكل مراتبها وبكل مظاهرها الايه السابعه والستون بعد البسملة من سوره المائده واضحه جدا وان لم تفعل فما بلغت رسالته ما هي الامامه السياسيه مع الاشكال على هذا المصطلح لكنني استعمل المصطلح الذي استعمله هو ولم يثبته بشكل كامل سأستعمله الإمامة السياسية هي جزء من الرسالة وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الرسالة توحيد مع تفاصيل التوحيد نبوة مع تفاصيل النبوة وقرآن مع تفاصيله ومن تفاصيل القران هناك حكومه بين الناس هناك سياسه بين العباد فهذه الامامه جزء من الرساله وان لم تفعل فما بلغت رسالته البيعه ليست على الامامه السياسيه البيعه على الامامه الكليه التي الامامه السياسيه جزء منها والا فان الامامه السياسيه هي جزء وشان من شؤون الرساله الايه واضحه واضحه جدا ولا اريد ان اطيل الوقوف عندها وفي اخر الايه ان الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء الكافرون باي شيء ببيعه الغدير الكفر ببيعه الغدير اشد من الكفر بالله وبالرساله وبمحمد وبالامامه السياسيه وبكل التفاصيل البيعه بيعه على الامامه الكلية لسيد الأوصياء، الآية واضحة وواضحة جدا وما الشأن السياسي إلا شأن يسير من شؤون الإمامة الكلية، هذا الرجل بيعته بيعة ليست صحيحة العقد الذي تعاقد به مع أمير المؤمنين ليس صحيحا هذه بيعه مبتوره ما هو بتري ما هؤلاء هم البتريون هؤلاء هم البتريون كل واحد يبتر من الامامه ما يحلو له ساعرض لكم ما يتحدث به سامي البدري عن نفسه وعن استاذه مرتضى العسكري. سامي البدري ومرتضى العسكري ومن لف لفهم وحتى حزب الدعوه قيادات حزب الدعوه يعتقدون ان بيعه الغدير ليست للامامه السياسيه. يلعبون باخر الايرواني يعتقد ان بيعه الغدير للامامه السياسيه سامي البدري ومرتضى العسكري وقيادات حزب الدعوه يعتقدون ان بيعه الغدير ليست للامامه السياسيه برنامج بصراحه الذي ناقشت فيه المرجع المعاصر كمال الحيدري موجود على الشبكه العنكبوتيه في الحلقه الثانيه من حلقات هذا البرنامج يمكنكم ان تعودوا الى هذه الحلقه كي تطلعوا على ما قاله سامي البدري ومرتضى العسكري وبالمناسبه كذلك محمود الهاشمي بحسب ما نقل سامي البدري أنا سمعت هذا في أشرطة سامي البدري ينقل الكلام نفسه عن محمود الهاشمي في الحلقة الثانية من برنامج بصراحة هناك تسجيلات صوتية لكاظم الحائري يتحدث فيها عن عقيدة قيادات في حزب الدعوة ومنذ زمن بعيد لكنني لا أريد أن أضع كلام كاظم الحائر بين أيديكم فهو ممل يمكنكم أن تعودوا إليه في الحلقة الثانية من برنامج بصراحة الرجل لا يحسن الكلام كلامه ممل كلامه يثير الشفقة عليه مع ملاحظتي أن باخر الايرواني ليس الآن ولكن في السنوات الماضية في مجالسه الخاصة بخواصه يقول لهم من أن الأعلم ليس السيستاني الأعلم هو كاظم الحائري هذا الكلام يردده باخر الايرواني في مجالسه الخاصة هو لا يعتقد بأعلمية السيستاني لكنه يضحك على الناس حينما يسالونه عن التقليد يرجعهم الى السيستاني والا فهو في مجالسه الخاصه يصرح باعلميه كاظم الحائري ولا هدري ما الذي وجده في كاظم الحائري على اي حال هو حر فيما يعتقد حينما يتحدث مع تلامذته مقارنا بين السيستاني وسعيد الحكيم يقول لتلامذته من أن اجتهاد وفقاهة سعيد الحكيم ثابت بالحس بالحس يعني بشكل قطعي من وجهة نظره أما اجتهاد السيستاني وفقاهة السيستاني فهي ثابتة بالحدث يعني بالظن هذا الأمر يعرفه الحوزويون ما يثبت بالحس وما يثبت بالحدث هذا الكلام كلامه وأتحداه أن يكذب هذه المعلومات هذه معلومات من دائرته الخاصه القريبه منه فالايه السابعه والستون بعد البسمله من سوره المائده واضحه صريحه في ان بيعه الغدير بيعه للامامه الكليه ومن هنا فان الله سبحانه وتعالى خاطب المسلمين في الايه الثالثه بعد البسمله من السوره نفسها من سوره المائده اليوم ياس الذين كفروا من دينكم وليس من الامامه السياسيه اليوم ياس الذين كفروا من دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا بالإمامة الكلية رضيت لكم الاسلام دينا هل هو بالإمامة السياسية ما هذا الهراء؟ هذا الرجل لم يبايع بيعة الغدير بشكل صحيح فكيف صار نائبا لصاحب الزمان؟ كيف صار نائبا لصاحب الزمان؟ هذا يعني انه حين بايع صاحب الزمان بيعه الغدير الثاني والتي لا يعتقد بها بايعه بيعه الامامه السياسيه اي هراء هذا كيف صار نائبا لامام زمانه وهو لا يعرف كيف يبايعه هذا هو واقع مراجع البتريين والمرجئيين وبالمناسبه هذا يعتبرونه هذا الكلام يعتبرونه تجديدا تحقيقا تنميقا هذه فذلكه في البحث هذا تضريط في البحث هذا هو واقعهم واقع أصحاب العمائم الأغبياء الثلان الذين تركوا منهج العترة الطاهرة وراحوا يركضون وراء النواصب سأعود سأعود إلى الزيارة الغديرية وسأعود إلى الخطبة الغديرية ولكن قبل أن أعود إلى الزيارة الغديرية وإلى الخطبة الغديرية سأعرض لكم ماذا يقول سامي البدري ومرتضى العسكري ومن معهم ماذا يقولون من هراء في بيعة الغدير هم أيضا لم يبايعوا بيعة الغدير بشكل صحيح رجاءً اعرضوا لنا التسجيل الاول ماذا تقولون؟ هذا الكلام من أن النبي إذا عقد على زوجة من أن الإمام إذا عقد على زوجة ما علاقته ببيعة الغدير؟ هؤلاء هكذا يضحكون عليكم رجاء أعيدوا بث التسجيل

بين الامه والحاكم الامام المعصوم او غير الامام المعصوم من اين جاءوا به هذا هو منطق الشوافع ومنطق الاخوان المسلمين هذا المنطق لا علاقه له بمحمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليه سامي البدري الرجل كان سنيا اساسا هو من عائله سنيه ثم تشيع لكن مرتضى العسكري وهو تعلم هذا عند مرتضى العسكري مرتضى العسكري بتري قطبي الى النخاع هذا هو منطقه لاحظوا الطريقه التي يتحدث بها هذا الرجل عن الامام المعصوم وكانه يحمل شيئا في نفسه ضد الامام المعصوم الا تلاحظون ذلك الا تستشعرون من انه مغتاظ من ان الشيعه تقدس الامام المعصوم فهو يحاول ان يقلل من شانه الى ابعد حد وان يعلي من شان الامه احسستم بهذا او لا نذهب الى التسجيل الثاني أنا لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا التخريف وهذا الهذيان، وأعتقد أن الأمر واضح بالنسبة إليكم، سأعيد بثه مرة ثانية كي تتأكدوا بأنفسكم، ماذا يقول أصحاب العمائم؟ وماذا فعلوا بكم؟ وماذا فعلوا بآبائكم وأجدادكم؟ ولا زالوا يفعلون فيكم. رجاء أعيدوا بث الفيديو. نذهب الى التسجيل الثالث <applause> يعني ان ما كتبه مرتضى العسكري في كتبه هو غير الذي يعتقده، هكذا يضحكون عليكم. الموجود في كتب مرتضى العسكري هو غير هذا، قد يبدو من بعض كلماته في كتابه معالم المدرستين يوجد في هذا الكتاب ما يشير الى هذا الكلام ولكن بشكل ليس صريحا، هم يضحكون عليكم. هذا هو واقع مراجع حوزه النجف. اتعلمون ان الخوئي نفسه في كتابه الرجال يعتمد على اراء مرتضى العسكري. الخوئي نفسه في كتابه الرجال يعتمد على اراء مرتضى العسكري ويبني عليها من دون ان يحقق هو في تلك الاراء وانما يسلم باراء مرتضى العسكري وهذا هو مرتضى العسكري لا يعرف معنى بيعه الغدير وقد بايع بيعه خرقاء وهذا تلميذه سامي البدري هو تلميذ مرتضى العسكري رجاء اعيد بث التسجيل

ماذا نقول لهؤلاء الثلان ساقرا عباره واكمل حديثي مفاتيح الجنان الزياره المطلقه الاولى من زيارات سيد الشهداء المرويه عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اراده الرب في مقادير اموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكم، هذا في الجانب التكويني والصادر عما فصل من احكام العباد، هذا في الجانب التشريعي حينما تقرؤون هذه الزيارات تفهمونها يا اصحاب العمائم يا ثيران او لا؟ تفهمونها او لا؟ هم لا يعتقدون بصحتها هم لا يعتقدون بصحتها اراده الرب في مقادير اموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكم وصادر عما فصل من احكام العباد باقر الايرواني ما هو بشاذ عن الواقع انه الواقع البتري هؤلاء هم البتريون بتروا بيعه الغدير بتروها بتروا كل شيء هذا هو المنهج البتري بين يدي كلمه للسيستاني هذا كلام تحدث به السيستاني حينما زاره جمع من علماء الشيعه والسنه حينما عقدوا مؤتمرا في النجف المؤتمر الذي عقد ما بين 26/11 إلى 27/11 2007 ميلادي يعني زمان حكومته ليس في زمان التقية ليس في زمان صدام هكذا قال لهم يقول الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء هذا لو كان فعلا يعتقد انه نائب صاحب الزمان ويعتقد انه هو استمرار لامامة صاحب الزمان وصاحب الزمان امامته استمرار لامامة امير المؤمنين هل يقول هذا الكلام انتم ماذا تقولون؟ هذا اساسا لا يخطر في باله انه هو صاحب الزمان ولا يخطر في باله ان امامه صاحب الزمان هي استمرار لامامه امير المؤمنين والا كيف يقول هذا الكلام؟ هذا الكلام يقوله في النجف وفي بيته حينما يزوره علماء من الشيعه والسنه ليس مجبرا ان يقول هذا الكلام لو لم يكن معتقدا به ليس مجبرا ان يقول هذا الكلام. الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يع الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء انا لا ادري كيف يفكر هذا الرجل كيف يفكر السيستاني في الكلام نفسه يعدد مناقب علماء السنه فيقول الامام احمد بن حنبل هو الذي جعل اعتبار الامام علي بن ابي طالب امام، واحمد بن حنبل امام. الامام احمد بن حنبل هو الذي جعل اعتبار الامام علي بن ابي طالب خليفه رابعا امرا رسميا. ما هذا كفر؟ هل هذه منقبه؟ الامام احمد بن حنبل هو الذي جعل اعتبار الإمام علي بن أبي طالب خليفة رابعا أمرا رسميا ما هذا كفر بصريح الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وقد قرأتها عليكم قبل قليل ماذا كفر أية منقبة هذه لكنه يعتقد بأنها منقبة هذا الكلام ما هو بتقية ليس مضطرا ان يقول هذا الكلام الطامه الكبرى هنا الخلاف في موضوع الخلافه بعد رسول الله لم يعد له مبرر حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء حكموا وجدانكم لو كان هذا الرجل يعتقد فيما بينه وبين نفسه انه نائب صاحب الزمان فهو استمرار لامامه صاحب الزمان بعنوان انه نائب له وقطعا امامه صاحب الزمان استمرار لامامه امير المؤمنين فهذه امامه مفعله على ارض الواقع وهو نائب فعلي لهذه الامامه المفعله لو كان يعيش هذا المعنى هل يقول هذه الكلمات هو لا يعتقد انه نائب لصاحب الزمان الشيعه تعتقد الشيعه الحمير يعتقدون ذلك حمير المراجع يعتقدون ذلك هؤلاء يفقهون بيعة الغدير السيستاني بهذا الكلام ينقض بيعة الغدير يكفر ببيعة الغدير هؤلاء قد بايعوا بيعة الغدير ونقضوها وبايعوها وهم لا يفقهون معناها فكيف صاروا فقهاء وهم لا يفقهون أصل دينه هذا البيان اقراه عليكم من مطبوعه الملتقى الوطني الاول لعلماء السنه والشيعه في العراق النجف الاشرف اصدارات مكتب امام جمعه النجف الاشرف ما قراته عليكم من كلام السيستاني مع مجموعه من علماء الشيعه والسنه هذا المنطق ينسجم مع الزياره الغديريه. الزياره الغديريه من اهم زيارات امير المؤمنين وردتنا عن امامنا الهادي مثلما وردتنا الزياره الجامعه الكبيره عن امامنا الهادي وردتنا الزياره الغديريه عن امامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. اقرا عليكم من مفاتيح الجنان من الزياره الغديريه هكذا نخاطب امير المؤمنين اشهد شهاده حق واقسم بالله قسم صدق دققوا النظر في هذه الكلمات. أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق أن محمدا وآله صلوات الله عليهم سادات الخلق وأنك مولاي ومولى المؤمنين. وأنك عبد الله ووليه وأخو الرسول ووصيه ووارثه وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي الى الله ولا الي من لا يهتدي بك وهو قول ربي عز وجل واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا واهتدى الى ولايتك هذه بيعه الغدير هذه زياره الغديريه نزور فيها أمير المؤمنين في عيد الغدير في يوم الغدير كي نجدد بيعتنا الغديرية لسيد الأوصياء هذا هو مضمون البيعة أعيد قراءة مضمون بيعة الغدير في الزيارة الغديرية أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق أن محمدا وآله صلوات الله عليهم سادات الخلق وأنك مولاي ومولى المؤمنين أخاطب الأمير وأنك مولاي ومولى المؤمنين وأنك عبد الله ووليه وأخ الرسول ووصيه ووارثه وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك، من كفر بك كما جاء في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة. وأنه القائل لك يا أمير المؤمنين رسول الله يقول له: والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك، ولا أقر بالله من جحده. وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي الى الله ولا الي من لا يهتدي بك وهو قول ربي عز وجل واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى الى ولايتك فاين يقع كلام باقر الايرواني من ان بيعه الغدير بيعة للإمامة السياسية وأين يقع هراء مرتضى العسكري وتلميذه سامي البدري هذا الذي كان يتحدث به في الحقيقة هو ضراط بمعنى الكلمة تجدون هذه الكلمات ليست مناسبة أنا أعتذر إلى الإمام الحجة أنني اصف كلام هؤلاء بما هو اقل مما عليه من قبح وصف كلام سامي البدري ومرتضى العسكري وباقر الايرواني وامثالهم بالضراط اعتذر منه الى الامام الحجه لانني لا اجد كلمه اخرى كي اصف كلامهم بها هذا ما اجده مناسبا واعتذر للامام الحجه من التقصير في وصف قباحه كلام هؤلاء البتريين بكلام في غايه الادب لانني وصفت كلامهم بالضراط هذا كلام في غايه الادب الرفيع بالقياس الى قباحه هؤلاء وقباحه عقائدهم انني اتحدث عن باقر الايرواني وعن سامي البدري وعن مرتضى العسكري وعن امثال هؤلاء من البتريين اما كلام السيستاني فهو اسوا من ذلك بكثير في الحقيقه لا اجد كلمات كي اصف بها قبح عقائد السيستاني هو الاقبح من بينهم هو الاقبح وهو الاكثر بتريه من بينهم الحديث متشعب 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 لا ادري هل تكفي حلقتان او لا أنا كنت قد خططت في ذهني أخذ هذا محمد باقر الإخواني قاط خفيف في حلقته أتمنى أن أجمع كلامي في حلقة يوم غد لكنني إذا احتجت إلى حلقة ثالثة فسأضطر إلى أن أتحدث عن هذا المرجع الفرام السيستاني في حلقة ثالثة وصلت إلى نهاية الحلقة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله